استاذ محمود قال لي عناوين مهمه خاصه بانتشار المسرح وصوره في الفتره دي وقديمه جدا واكثر مما هو مؤرخ. المشكله ان احنا, وده انا شايف انه ده عيب كبير قوي, ان احنا نعتقد انه المسرح ولد مع الشكل المتكامل للمسرحيه. وده خد ده ما حصلش لا في تاريخ المسرح في اوروبا ولا عندنا. طول الوقت كان في اشكال معينه من التمثيل حتى في اوروبا. يعني انت بتتكلم مش معقول, يعني فرقه شكسبير هل كانوا معقول بالمستوى اللي بتادي بيه اعمال شكسبير دلوقتي؟ ما كانش في اضاءه. صحيح. فرق يعني مسرحيات شكسبير الاولى هاملت دي كانت بتعمل في النهار لانه ما فيش نور. لو كانت معمول عشان راجل يلم قرشين اخر العرض بالظبط كده. فاحنا يعني احنا ماشيين, احنا بنرتبط بفكره التاريخ الكتابه. فلما يجي مثلا مرحلة عظيم او كاتب عظيم زي ادوارد لين ويتكلم عن عروض المحبه الذاتيه في عصر محمد علي ويتكلم عن عرض متكامل في الشارع, طب لو ما شافش هو هذا العرض احنا هيبقى هنقول انه والله ده لسه جديد, العروض دي جديد. طيب الناس دي موهبتها ايه؟ ما حدش شافها ولم تسجل ولم تؤرخ. وبالتالي انا رايي الشخصي انه طول الوقت كان هذا الفن الشعب الفنان عنده اشكال مبتكره للتعبير, مش بالضروره بالنضج اللي احنا بنتكلم بيه عن الفن التمثيل المعاصر. انما يعني انا بتكلم عن, حضرتك اتكلمت عن فن الاراجوز, بتكلم عن فن السير والملاحم, واحنا لسه بنتكلم انه الابنودي كان يصف شعر الربابه كانه عرض مونودراما غنائي. يعني عند لحظه معينه مونودراما اللي هو التمثيل المفرد, واحد بيمثل النص كله وحده. فهو يقدم لك مؤثرات المعركة, صوت المعركة, يستخدم أوتار الربابة كموسيقى تصويرية. صحيح. ده بيتعمل بالفطرة ولولا انه بيشرحه الأبنودي احنا ممكن نستبعد هذا الرجل من, انا بعتبر ده شكل من اشكال الاداء التمثيلي. شكل ناضج جدا من اللحظه الاولى. طب مين علم, الراجل ده؟ الموهبه, الفطره, الموهبه والفطره والعروض المختلفه الموجوده بشكل او باخر في الموالد. الغجر مثلا, ما هو ده رافد مهم اللي هو كان عندهم اداءات معينه واغاني معينه الى اخره. فطول الوقت كان هذا الشعب عنده روافد معينه. الشكل بقى لما تبلور, بالتاكيد من احتكاك بفنون الغرب وبالدارسين في الغرب زي جورج ابيض وزي يوسف وهبي لما رجع, دول بقى استحضروا الشكل الكلاسيكي للتمثيل المسرحي. واللي لا واحد حسن فايق مغرم بيه وجد نفسه فيه, لكن هو كان مر مرحله المونولوج. لانه بيجرب, لانه برضو انا حاسس ان انا موهوب وحاسس ان انا بحب اعمل ده. طب مين اللي هيديني ختم الموافقه؟ الجمهور. فاذا لما تقبله الجمهور كمونولوجيست هو انبسط جدا. لما اختبر نفسه مع الريحاني, وهو من هو يعني الريحاني, وبالمناسبه الريحاني يعني تجربته مش هي التجربه الكامله اللي احنا شفناها في الاخر. ده بدا بنمر, نمر في ملهى اسمه ابي دي روز, كان بيعمل فيه نمر هو ستيفان روستي. نمرة ده جي منين؟ نمرة نمرة اللي هو يعني سكتش. ومن النمرة دي خرجت شخصية كشك شبيه اللي بعد كده أصبحت, ثم دخل بديع خيري فبدأ يعني يعمقوا القصة شوية وبدأوا يحطوا أغاني, ودخل سيد درويش فبدأ يضيف كمان لتجربة الريحان. يعني انا اتمنى بس ان الناس تاخد التجربه باعتبارها انها نمت وتطورت, وانه الفنان زي انت ما بتكتشف هو بيكتشف نفسه كمان. صحيح. ما هو مش جاي عنده يعني. انا متصور مثلا انه حسن فايق ضحك هذه الضحكه البسيطه دي اللي هي اصبحت, انا وصفته بانه ضحك. يعني حسن فايق ده ممكن مش ممكن تتصوره ما بيضحكش. طيب هو كيف اكتشف الضحكه دي؟ جربها. جربها على جمهور في مسرح. فالناس قالت الى اخره يعني. واكتشف انه الضحكه دي بتسيب بصمه مع الناس رغم ان دوره مع الريحاني مش كبير يعني. فبدا يطور واشتغل عليها. وبالتالي الفن زي ما هو اكتشاف للجمهور, انا بعتقد انه هو اكتشاف كمان للفن وانضج له وهو بيشتغله وتنميه القدرات. ومفيش زي المسرح. لانه المسرح بتاخد مكافئتك او تاخد تأنيبك. يعني لو يعني احيانا كانوا بينزلوا الناس على المسرح. طبعا ينزلوا لو هو مش كويس يعني. لو صوته مش كويس ينزل. تفكر
فريد شوقي في ايوه طبعا في الدوري. وبالمناسبه استمرت صوت الجمهور دي حتى عبد الحليم في الواقعه الشهيره بتاعت اسكندريه. صحيح، الفنجان. لا اسكندريه هو اسكندريه ده ده في الاول اترفض كان الجمهور هيكسر غني لعبد الوهاب انت جاي مين ده اللي جاي، وده كان ممكن يعمل له مشكله كبيره. الجمهور كان له سطوه وكان عنده القدره دي ان هو يخلي الواحد يكمل، وعلى اساس الجمهور الاجر بتاع الفنان بيتحدد. يعني انا ممكن اعمل كونترات وامد الكونترات بتاع نجيب الريحاني ليه يعني؟ لانه نجح. صحيح. او اصرف عليه ليه واجيب له اغاني واجيب له لحن. المعادله الصعبه كمان ومن بدري، يعني مثلا عماد حمدي فناننا الكبير وكاتب مذكراته مع الاستاذ اريس نظمي بيقول لها في السوق السوداء اول فيلم عمله فشل ذريع في العرض الخاص، الجمهور استنوهم بره عايز يضربهم وهو خارج قالوا لا انت ممثل كويس مالكش دعوه بس احنا هنضرب التانيين. صدق يعني كان عنده هذه القدره البلطجه دي وفي الغنى كمان اصعب. يعني في الغنى في مغنيين ضربوا بيتضربوا يعني اقصد اقول كانت هناك ذائقه. صحيح الذائقه دي ما نقدرش نقول ان هي معيار رفيع يعني، لانه الحرب العالميه الاولى زي ما حضرتك عارف ادت الى رواج نوع معين وهو الحاجات الفودفيل. الفودفيل ده مسرحيات استعراضيه كوميديه خفيفه عشان الناس مش ناقصه. فكان حسن